نحب نشكر برشا روزا لوكسمبورغ اللي قاعده مساهله لنا برشا برشا، واقفه معنا بالكدا في كل الانشطه نتاعنا، وفيما يخص اثاره جميع القضايا اللي تهم اليسار وحتى ابعد واشمل من اليسار. والكلمه للسمر هو يمكن لازم يعاد توضيح للاسم، الاسم الندوه نتاع اليوم راهي الفكره سونيتي با اون كومباريزون ولا اون اناليز كومباراتيف ما بين شنو صاير في الشيلي وشنو صاير في تونس، دو كونتكست كومبليتوم ديفيرون، تواريخ مختلفه، جغرافيا مختلفه، مصالح مختلفة، حتى جغرافيا وجيوستراتيجيا الأمر مختلف برشا برشا. لكن الفكرة سيتي دو دير أنه فينالمون اليسار هاو قاعد ينجح في العالم، نجح قبل في سيريزا وبعد تعطلت التجربة، نجح في بفاطي في برشا بلدان، لكن ديما فما الأمل هذايا بتاع راهو اليسار قادر يوصل للحكم ويغير وهو في الحكم. فسيتي سا سيتي جوست اون بوفي دو دوكسيجين، شويه امل. راه حتى احنا لما لا بتجربتنا بيسارنا التونسي المتونس نجمو كيف ننجحو لوكالمون ومحليا، وعلاش لا نكونوا احنا اون انسبيراسيون في يوم من الايام يحكيو علينا في ندوه معرفش وين. فما ندوه صارت شاركت فيها انا وملك صغير يظهر لي عامين ولا ثلاث سنين تالي معنا شاز، وكان موضوعها هو اليسار، هل احنا في قطيعة؟ هل يسار؟ نسيت العنوان بالضبط، اما فكرة نهاية جيل ولا نهاية فشل؟ نهاية جيل، فما كلمة فشل يظهر لي عندك شوية مشاكل. نهاية جيل 2019 الندوة يظهر لي قعدت أربع سوايع ولا أطول ندوة شاركت فيها أنا في حياتي، وكان ثرية جدا، النقاش كان فعلا به برشا، ولقيت روحي حضرت نهارتها المداخله نتاعي، لقيت روحي ندافع برشا على الاحزاب الكلاسيكيه، برشا 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 اكثر من اللي كنت متوقعه. علاش؟ خاطر جيتي دون سيت بيرسبكتيف لا، جو لو سوي انكور، جو سوي توجور. انا مدينه لي يسار تقليدي باحزاب الباهيه والخايبه، واللي كانت باهيه واللي ولات خايبه، واللي كانت باهيه واللي ولات مازالت باهيه، معناتها كلهم مدينه لهم بتكويني وبجزء من الهويه نتاعي. معناتها انا كي دخلت للجامعه لقيت جامعه جاهزه فيها مناضلين يساريين من الاحزاب ومن غير الاحزاب، من خارج الاحزاب تكونت وانشات باسماء نتاع مناضلين، باللي زانكدوت نتاع المنظمين، هذاك كيفاش هرب وهذاك كيفاش دخل وهذاك كيفاش خرج من السريه وهذيك شنو عملت والتضحيات وكل، فهذا كله سا في بارتي دو موا دو مون ايدنتيتي اي دو مون هيستوار. وكيما قلت راه احنا جيل الحيره، انا نحس روحي في مرحله نتاع حيره ولا نتاع قلق، لكن فما معناتها عندك تاريخك، تاريخ اللي هو تاريخ نتاع لي دو اي تخوا جينيراسيون اللي قبلي، فهذا فخر ليا انا، بالعكس سي ان انريشيسمون سي اون ريشيس معناتها بيرسونيل ليا انا. لكن في نفس الوقت وراني ما نحبش نسب برشا برشا برشا، ما نحبش نسحب، خاطر فينالمون يسار متنوع جدا وتجارب مختلفة، وساعات في نفس الحزب تلقى هكا وتلقى هكا، ساعات تلقى فرد اللي معناتها يكون ماهوش معناتها ما يطبقش عليه اللي صاير في الحزب، والا اللي تخي كريتيك، والا بالضبط ما يعبرش على اللي صاير داخل الحزب هذاك، فما نحبش جو جينيراليز، وماهيش حاجه علميه ان اون جينيراليز بالطريقه هذيا. لكن انا تجربتي وراه ممكن من افضل التجارب اللي خضتها، دخلت في جزء نوعي، لقيت طلبه نوعيين، مناضلين نوعيين جدا، مثقفين، مليانين، معبين، قارين، فصيحين جدا. وحتى تجربتي السياسيه الاولى التنظيميه كي خضتها كانت تجربه معناتها متشبعه بالفكر وحريصه انا نقرا وانا نناقش وانا نفكر. انت يعني حسيت شويه يمكن تشكيت شويه من تجربتك مع بعض الرفاق، انا كنت في جزء بالحق نوعي جدا. لكن تجربتي انا في العشر سنين ولا في 12 سنه اللي فاتوا زادت اقنعتني اللي راهو الاحزاب اللي احنا ورثناهم واللي هما اي فون بارتي دو نوتر ايدنتيتي راهم اليوم هما اللي قاعدين يقتلوا في تجربتنا، معناتها خذاو وقتهم وخذاو وقت الجينيراسيون اللي من بعدهم وخذاو وقت احنا وقاعدين ياخذوا في الوقت اللي من بعدنا. احنا انت مانيش نحسب فيك في الجينيراسيون الاخرى، ماش علاش حسبت روحك غاد، معناتها اقرب لي انا برشا من الاخرين، فهمت؟ ففعلا ياخذوا معناتها يسرقونا في التجربه نتاعنا، يسرقونا في الوقت. Et j'estime que nous sommes, maintenant, le Thawra, le Massar Thawri, nous sommes dans une course contre la montre. Thawra, ou à la fin, les femmes qui ont fait l'euphorie révolutionnaire, elle s'estompe, elle s'estompe, elle s'estompe.
nous sommes dans une course dans, contre la, la montre. Tu as déjà quitté le chemin, tu as dit que c'est une chose qui est une chose. Ce n'était pas le cas donc, dans le cas. Donc, nous, مهم الوقت متاعنا ومهمة تجربتنا وما فهميش علاش بأفكارنا وبتكويننا وبتجربتنا وبالممكنات متاعنا باللو بوتنسيال كو نو افون وقت نقول نو راني نحكي سورتو على اصغر من على تلامذتي وعلى الطلبه متاعي الشيء اللي راه فيه معناتها هما قدرتهم انهم يتكلموا انهم يقولوا لا وانهم ساعات يكونوا وقحين وانا نفرح كي يكونوا وقحين خاطر احنا اون نو بوفي با لو فير قبل. Donc, qui n'a qui à la lune, c'est surtout à la génération des élèves scolaires, 18 ans, 19 ans et 20 ans, qu'adine ou hâte à Azra. Les gars, ils ont un potentiel énorme. Je connais les gars des Serafis, moi je connais les gens qui ont, moi je connais le Kama, moi je connais le Fakar, moi je connais l'AD, l'Alem, ou le Giran, le Trapsin, le Thara Tunisia, moi je connais Houma, les Zeda, les Yassar, les Mafroud, Houa, Yahtadanhom. مش حتى يحتضن ما نحبش فكره الاحتضان هذيا والوصايه نتاع احنا مش نجيب لا جوست ما يوفر لهم الاسباس ميم با احنا في عصر اللي المعلومه مفتوحه ميم با انكادرمون جوست يظبط لهم البلاصه معناتها باش كي يجيو ما يتضعفروش كما كانوا قبل المناضلين قبل يتضعفروا تو سامبلومون ف جو سوي دون لا ريكونيسونس دو شنو عملوا بالعكس اكثر من اللي تتوقعوا لكن وقت اللي عندك يد انت تابعه ليدونتيتي تابعه بدنك هي غونغريني مش تعيش بها مش تقعد تمسح عليها وشمس جو اون با لا رومانتيزي زاده فكره جوستومون تقول لا نبعدوا شويه على الرومانسيه نتاع التجربه نتاع الشيلي نبعدوا زاد على الرومانسيه نتاع احزابنا احنا نتاع يسارنا التخليط سي اون كونتينيتي افيك سو كو تو افي دي احنا جزء كبير باش ما نعممش من يسارنا غونغريني دونك انا نقصها اليد غونغريني والا الساق اللي هي علمتني نمشي كمناضله والا كناشطه ونقعد معناتها نمشي بطريقه مالادوات الى ان نتعلم الى ان جو مادابت الى ان نلقى كيفاش نتحرك وحدي فهذا مهم فكره جوستومون ان نكون نو سوم ريكونيسون الى اخر نفس عنا لكن ما نقعدوش متشبثين بهذا حلم ولا بالتاريخ نتاع اليسار نتاعنا فكره اخيره جوست خاطر سمعت ليك دايوغ راهو بوليتش تجاوز الايديولوجيا هو بالذات احنا ما تجاوزناش هو يسانسبير دو ماركسيزم هو ولا غوش لا غوش اوتونوم مي اي نو سو ديز با ماركسيست احنا في جي جي دي نو سوم ماركسيست نو سوم با لينينيست مي نو سوم ماركسيست يا شمس احنا سمينا في البيان التاسيسي نتاعنا يا شمس نسبنا رواحنا لحاجه اسمها يسار التاريخ قلنا راهو هل المفكرين هل الفلاسفه هل الايكونوميست هذوما راهم ما ينجموش يجاوبوا على كل شيء في حاضرنا اليوم خاصه مثلا انا لينين ما قاليش شنو نعمل في مانيش مسامح مانيش مسامح اكثر تجربه انتشرت وجمعت ولمت ناس من بعد الثوره ما نلقاش لينين يقول لي شنو نعمل كيفاش ننظم انا المجموعات في دونك كيسك اون فافير دون سو كالا جاد ننتجو فكر محايف للواقع فكر يستجيب لمتطلبات الواقع اون ميم طون ما نجموش نقولوا راني باش نتجاوزوا الايديولوجيا كان الايديولوجيا ماتت مانيش يسار مانا شنو نعمل كان اعدمتو انا ماكس وعدمت فكره كومون جو بو مو دير جو بو هكا ننسب روحي لليسار فانا يقول لي راهي الي تخي سامبل الفكره جوست اون ديغيير تعليق اخير اي بوتيتر هذايا يمكن تكون فكره نتاع ندوه اخرى فكرة تجميع اليسار انا عمري ما فهمت علاش احنا لازمنا نجمعوا اليسار هذه تلمون نسمعها تلمون ما تسي بوزي ولا سي انونسي كوم اون ايفيدونس لازمنا نجمعوا اليسار في تونس علاش تحبوا يتجمع خليه انا مش طرحه على روحي انا طرحه على روحي نخلق تنظيم ثوري يساري علمي ماركسي سي تو فو والا ينهل من الماركسيه والا يتكربس مع الماركسيه المهم قادر انه يقطع الطبقه اللي هو يدافع عليها أن الثورة يلزمها تصير، أن النظام هذا يلزمه يسقط، وهاو البديل نتاعنا هكا وهكا وهكا. ديسي لا كيفاش نعملوا بالشيء هذا؟ هذا اللي أنا حسب سي ميم با دو لاميرتوم، هو إحساس نتاع عجز إن شاء الله يكون مؤقت، أنه أنا نورمالمون جيت في فترة محظوظة أني جيت في فترة عشت في فترة من بعد ثورة، ما تضريتش من النظام الدكتاتوري كما تضروا غيري، عندي شوية نفس، عندي شوية طاقة، شوية مازلهاش برشا، يلزمني انا نساهم كيما ساهموا اللي قبلي جوستومون فسي بلوس جو سوي بلوس دون لورجونس ولا الاحساس انتم ما يزنيش نفشل سي بلوس كو
احباط ولا اميرتوم ولا غيره. شكرا.